اللي أثارت فزعا وغضبا إنه يبقى فيه سيدة تقتل ابنها، وبعد ما تقتل ابنها تبتدي كمان تستخدم الدم بطريقة مثيرة وترقص على جثة ابنها، والكلام عن إنه أصله الخلل أصابها بسبب المخدرات. يعني كل ده معناها إن ده قضايا تحتاج لتحليل نفسي واجتماعي، قضايا صادمة مفزعة مخيفة لازم نحللها نفسيا واجتماعيا. تعالوا نشوف هذه القضية عشان هنشوف قضية تانية أيضا بشكل مختلف، لكن قضايا تثير صدمة وتحتاج تحليل نفسي واجتماعي. سمر، ما انت ام وعارفه يعني ايه ام، انت تقدري تضربي بنتك؟ شايفه زمان تضربي بنتك قد كده؟ انت اصلا كان ايه رايك في الجوازه دي؟ يعني هو انا اسمع ان هو كان بيبيع مخدرات. احنا ما كناش راضيين، هي بقى كانت صغيره وقعدت بقى سنين. انت شايفه ان الجوازه دي هي اللي دمرتها؟ هي كان فيها حاجه من مجوزه 5 بنات زي الفل، كانت موديه الملجا شهرين وهي كانت بتقول اتخطف، كانت مشغله قران وعماله ترقص كده، لقينا لبن في الحمام بتاعها كانت بتستحمى بيه. كان جات عليها فتره كده بتزعل الواد وبتضربه. شهدت منطقه المسكي بوسط القاهره جريمه غريبه من نوعها. سيده تقتل طفلها ابن 4 سنوات بماء مغلي صبته عليه وانهالت عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الاخيره، ثم وقفت ترقص على جثته. كان ميت بقاله 7 ساعات وهي قامت كسرة السلم وبالدم بتاعه قامت حاطه هنا وهنا وهنا وقامت نازلة وقالت أنا ما قتلتش حد. اختلفت آراء الجيران وأهالي المنطقة في تلك السيدة بين اتهامها بتعاطي المخدرات وبين وصفها بأمراض نفسية. قبل حالة الوفاة بتاعت الواد كانت هي موديها الملجأ شهرين. تمام. قبل كده يعني كانت موديها الملجأ شهرين وهي كانت بتقول اتخطف. تمام، يعني هي كانت بتكذب كده. طب ما تعرفش كانت بتعمل كده ليه؟ لا والله ما اعرف بصراحه. هي سمر كانت يعني من النوع اللي هي كانت هي جت عليها فتره اللي هي تزعق وتضرب في الواد، لكن هي كانت انسانه كانت محترمه، وقبل ما جوزها يتحبس وقبل الكلام ده هي ساكنه هنا، فكانت بتشرب مخدرات كتير وجوزها كان في السجن، فابنها كانت من كتر الهلوسه اللي في دماغها فكانت بتحط عليه ميه مغليه لغايه بقى خلاص الواد اتعذب من كتر التعذيب مات. ما حد يجي يطلع يخبط عليها ولا حاجه، حلو، ما ترضيش تفتح، ما حدش ليه دعوه. لقيت زهيق وسويت، قالوا لك ده سمر قتلت ابنها. لقينا الناس اللي هو جيراننا هنا في الدور الاول جم ندولنا بيقولوا لنا تعالوا دي بتقول هتفجر البيت ومش عارف ايه وهقتل لكم ابني وكده، فاحنا كنا جريت انا واخويا والناس بتاعت المنطقه هنا كلها وطلعنا على فوق، فلقينا هي قافله الباب عليها و مسكت ازاز كبيره كده وفضلت تحدفها من الشباك بتاع السلم الصغير بتاعها. الناس طلعوا وشافوا ان الولد جسمه سايح من المايه المغليه اللي هي كانت بتطلع عليها وهي كانت بترقص على اغاني شعبيه. كلبشنا ايديها في الحديد من فوق وكسرنا الباب ومش عارف ايه، دخلنا عليها جوه لقيناها مشغله قران وعماله ترقص وكده. ترقص على القران؟ اه. ولقينا لبن في الحمام بتاعها كانت بتستحمى بيه. فطبعا احنا دخلنا لقينا الولد قاعد ميت، طبعا ما عرفناش ننزل بيه من هي عاملاها فينا، غير ان احنا قلنا لها احنا هنوديه الواد محتاج له محتاج دم عايزين نشوفه مش عارف ايه ولازم حضرتك معانا. خدناه وجرينا ومش عارف ايه ونزلنا بيه هنا، واحنا نازلين بقت تحدف علينا حجاره تقيله كده ما حدش يقدر يشيلها اساسا. كانت بتحدف عليكوا طوب ليه؟ مش عارفين احنا، عشان احنا خدنا من ابنها ورايحين نوديه مستشفى، هي كل اللي عايزاه ان احنا ما ناخدوش، احنا كنا عايزين نلحق الواد. هو الواد كان محروق في ظهره هنا كده وسلخاه بميه سخنه ومديها بالعصايه على دماغه ومدياله بالبنيات في عينيه ووشه كان ازرق وكبير كده. هي اكيد لا قدر الله ملبوسه في حاجه، يعني هي كانت انسانه نفسيتها تعبانه، لكن هي كان من الاول اللي هي كانت بتلبسه احسن لبس وبتجيب له احسن اكل وبتعمل معاه، يعني من اللي احنا بنشوفه ان طفل ابوه مش موجود وبيلبس احسن لبس ومربي شعره ونضاره وش يعني ايه شيء. دي مش ام بصراحه، يعني دي لو ام انا دي لو امي اتبرى منها. تعذب ابنها
من المخدرات اللي بتاخدها، وكانت بترقص على اغاني شعبي وسمعنا صريخ الولد بتطلع عليه ميه سخنه، وكانت بتعذبه من المخدرات اللي هي بتاخدها. كانت بتعذبه ومقطعه جسمه بالسكينه. انا شفتها وهي بتضربه، بس انا قلت لماما، ماما قالت لي طب مالكيش دعوه وهما الناس هيتصرفوا. فانا شفت الولد كانت عماله تضرب فيه وبتطفي السجاير في جسمه. يوم السبت كان معايا، فمامته قامت ناديه عليا وقالت لي نزلولي، وكان معاها عصيان وكان معاها ميه بتغلي وكان معاها برشام كده، وقمت انا مطلعهولها. فيوم الاثنين ماما طلعت لمحسن عماله تقول له، عماله تقول لها انزلي خدي الواد، الواد عمال يعيط وهي ما كانتش راضيه تاخده، قالت له ما فيش واحده بتموت ابنها. هلوسة المخدرات ومصايبها ومشاكلها وأزماتها وكوارثها بتؤدي إلى الجريمة الاجتماعية اللي احنا شايفينها. يعني إنه في حد يتخيل إن أم تقتل ابنها بهذا الشكل؟ زي ما بقول لكم، هذه القضايا دايما محتاجين تحليل نفسي واجتماعي لها. ليت المنظمات المعنية بحقوق المرأة وبالأمومة وبالطفولة تهتم بالجريمة الاجتماعية أيضا وبتحليلها وبإمكانية تفادي